النهاردة هنناقش ملف مرتبط بالأطباء والمرضى. وزارة الصحة ألزمت العيادات الخاصة والمستشفيات والمعامل بوضع لافتة بقيمة الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية داخل المنشأة. مفيش شك أن القرار يعني زعل شريحة كبيرة من الأطباء من أصحاب العيادات والمستشفيات الخاصة، وإحنا النهاردة بنطرح السؤال: يا ترى إيه وجه هذا الاعتراض؟ ولو فعلا دخل أو فعل هذا القرار، آليات تنفيذه هتبقى شكلها إيه؟ وهل بالفعل ممكن تضبط المنظومة الصحية بالقطاع الخاص في المجتمع المصري؟ هو ده اللي احنا هنحاول نناقشه مع ضيوفي الكرام. بحب ارحب بالدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، وبشكرك جدا على قبولك الدعوة يا دكتور علي. اهلا بك. مساء الخير. احب ارحب ايضا بالدكتور احمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب. منور دكتور احمد. تسلم. وشكرا على قبولك الدعوة. الله يبارك في حضرتك. واكيد برحب كمان بالدكتور احمد حسين، عضو مجلس نقابة الاطباء. منور دكتور احمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا. تعالوا الاول ندخل المتابعين والمشاهدين في الموضوع، فتعالوا نبدا مع الدكتور علي محروس. يعني مش عايز اقول هل الحكومة او وزارة الصحة جادة في هذا، لان احنا عمرنا ما شفنا ان يعني في عيادة خاصة تدخلها تلاقي كشف مثلا كذا، غسيل ودان بكذا، معرفش ايه بكذا، يعني صح ولا غلط؟ لا هو جديدة. هو بص حضرتك، ان هو احنا طبعا بنشتغل بتوجيهات وتعليمات معالي وزارة الصحة دكتور هالة زايد. احنا عايزين يعني نضبط السوق المصري في المنظومة الطبية في القطاع الخاص. الهدف من هذا الكلام كله ايه؟ انا اول هدف لي انا كرئيس الاداره المركزيه للعلاج الحر والتراخيص، ان العيادات اللي بتشتغل من غير تراخيص اقدر اوصل لها واجبرها على انها لازم ترخص. ده هدف رئيسي بالنسبه لي وهدف محوري في هذا الموضوع. ترخيص في عيادات شغاله من غير تراخيص، شغالين كده بالظبط كده. ما في، مش تحت السلم، لا، عيادات كده في اماكن عاليه جدا. احنا انا وانا كنت بحج وكلفت عندي الإدارة المركزية بالنزول للتجمع الخامس وللرحاب والتجمع الأول. 269 عيادة، 123 منهم مش مترخصة، ما لهاش ترخيص خالص، بتشتغل كده ولا تقطع هذه العيادات لأي رقابة. هي المفروض رقابتنا احنا. فأنا عندي، بس انت لو مش عندك قاعدة بيانات بالعيادات دي، عندي قاعدة بيانات بالمرخص. طب الغير مرخص اعمل له قاعدة بيانات ازاي؟ مفيش. بالظبط. انا يعني هل انا ماشي في الشارع عارف مين اللي بيسوق برخصة ومين اللي، الا اذا كنت عامل له لجنة وبوقفه اشوفه. مظبوط. فهو الهدف من هذا الموضوع مش احط لائحة اسعار وغسيل الودان، لا، انا القصة كلها في ديبت عالي جدا في السوق، في المشاكل اللي بتجينا والشكاوى اللي بتجينا في الإدارة المركزية وفي المديريات. من موضوع الاختلاف على القيمة المالية اللي بتدفع من المريض للمستشفى للمركز الطبي للطبيب ايا كان يعني. طيب الضبط الاسعار ده يتم ازاي؟ اولا المستشفيات والمراكز الخاصة ليها قيمة مالية معتمدة من عندنا من الإدارة المركزية بتقول ان سعر ده كذا سعر ده كذا، وبعتمدها له وما ينفعش يشتغل بغيرها. ولو اشتغل بغيرها يبقى مخالف ويعرض نفسه للقانون. كويس. يتبقى عندي مين؟ العيادات. العيادات اللي بيحدد سعر الفيزيتا الطبيب نفسه. ومين اللي بيحقق الرقم ده انه يمشي ويبقى صحيح؟ المواطن اللي بيروح يكشف. طيب الخلاف بيبقى على ايه؟ ان في واحد بيقول لك انا بخش العياده بدفع كشف 500 جنيه وغيري بيكشف ب 300 جنيه لنفس الدكتور في نفس المكان. طب ده ازاي؟ يقول لك الاول ثلاث كشوفات مستعجل ب 500. طب ده المستعجل ده خد، لو الدكتور بيكشف 10 كشوفات في اليوم مثلا، خد كده مكان رقم 10 و9 و8 عشان دفع 200 جنيه زياده. ده في تنظيم العمل مش لا قانوني ولا صحيح، وحق المريض كده ضايع. في حاجه اسمها البيشنت رايتس، حق المريض لازم يتحقق بايه؟ ان المريض يخش امن في المكان اللي بياخد فيه الخدمه الطبيه. هتقدر تظبطها ازاي؟ هقدر اظبطها ازاي؟ انت ما عندكش، مع احترامي الشديد طبعا، يعني ما عندكش عينين جوه العياده. دي نمره واحد. نمره اتنين، لما بنتكلم على اليات السوق والقطاع الخاص، دي عرض وطلب، صح؟ مظبوط. ان شاء الله اطلب 1000 جنيه من المريض وهو مستعد يدفع، يطلب 10. ما عنديش مانع. مش هتقدر تحكمها. لا انا مش معارضه في انه يطلب في الكشف بتاعه 10000 جنيه. دي ما عنديش مشكله معاه فيها. لان اللي بيحدد القبول في هذا الموضوع اللي بيروح يدفع ال 10000 جنيه. لان نفس الطبيب
ونفس الاستشاري هذا الطبيب زيه 10 و20 و30 طبيب بيقدم نفس الخدمه ونفس الدرجه العلميه ونفس الخبره وكشف 300 جنيه انت راح تكشف ب 10000 انت حر. دي ما عنديش خلاف فيها. انا عندي خلاف على انه لازم يكون معروف لاي حد بيدخل العياده ان قيمه الكشف 10000 جنيه والمريض ياخد ايصال نقديه بضمان حق ان هو دفع 10000 جنيه في الكشف. طيب خلينا نسمع يعني اراء اخرى من الساده الضيوف عشان نرجع لحضرتك تاني لان طبعا حضرتك زي ما تقولوا ايه انتوا اصحاب الفرح زي ما بيقولوا وانتوا اللي هيبقى عليكم بالنقد والهجوم ربنا معاكم. دكتور احمد العرجاوي حضرتك كنائب من نواب الشعب شايف الموضوع ده هيفعل؟ خلينا بس احيي حضرتك الاول شكرا كل فريق الاعداد اللي معاك شكرا شكرا وكل الساده المشاهدين ربنا يخليك. عايز اقول لحضرتك انا سعيد جدا انا اول حاجه سمعتها من حضرتك قاعده البيانات كلمة في منتهى الخطورة. وأنا لو ما كانش عندي قاعدة بيانات أتخذ بها قرار وقاعدة بيانات أنفذ بها قرار وقاعدة بيانات تعطي آليات لتنفيذ القرار مش هنقدر ننجح في أي حاجة. طيب بص يا فندم إحنا عندنا قرارات كتيرة جدا جدا اتخذت لصالح المريض ولم تفعل. ليه لم تفعل؟ يعني هقول مثال بسيط خالص. إحنا حالات الطوارئ في كل المستشفيات الخاصة قرار السيد رئيس الوزراء ان هذه الحالات تعامل معاملة مجانية في ال 24 ساعة الاولى في الطوارئ لحد ما تطلع من الغيبوبة او من الصدمة او من اخره. قول لي حضرتك كم عيادة او كم مستشفى او كم يعني منشأة طبية نفذت هذا القرار. إدارة العلاج الحر المنوط بيها متابعة لا ينفذ يا فندم. أنا بنقول لحضرتك بقى يعني الكلام أنا يعني التشريع يعني إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إحنا قرارات كتيرة بتتاخد في الشارع وقرارات كتيرة بتتاخد من الحكومة يعني بتاخد فلوس سيادة النائب من حالة بتكون حالة طوارئ وبيقدموا لها العلاج الأولي في الـ 24 ساعة الأولانية. يا فندم حضرتك على الهوا تقدر تسمع من كل المواطنين ومن كل المشاهدين هنفتح كلهم كم واحد احنا طبعا أنا بقول لحضرتك وأنا مسؤول لأن احنا كل يوم في الهم ده. احنا كل يوم بندور عشان ننسق حالة عناية مركزة سرير عناية مركزة كل يوم بنبقى قاعدين عشان ننسق لحضانة لطفل. المواطن النهاردة أصبح يعني إحنا في مصر 70% من حجم الدخل بتاعنا رايح للطب. يعني قولا واحدا 70%. طب لما الجماعة دول باعتبارهم الحكومة يعني عايزة بقى تضبط المنظومة أنتوا المنظومة هتعرضوهم في كده؟ لا أنا مش هعارض حاجة لصالح المريض أو لصالح المواطن. أنا بمثل المواطن رغم إن أنا طبيب واعي جدا ما اقول واعي جدا حجم المسؤوليه الملقاه على عاتق الطبيب ولكن انا برضو الحس المجتمعي او الحس بتاع الشارع المطلوب مني انا اللي اصبرت له ادعمه بكل ما املك لان انا اكتر شريحه بتعامل معاها المواطن البسيط الضعيف اللي مش قادر. انا عايز اوفر له. هقدر اوفر له ازاي وانا مش قادر اوصل له الخدمه؟ يا فندم حضرتك حسن الخدمه في مستشفيات القطاع العام والقطاع الحكومي وانت مش هتلاقي الاقبال على القطاع الخاص. البرايفت سيكتور ما بيزيدش الاداء بتاعه الا اذا قل معدل الاداء عند القطاع الحكومي. طيب واحدة. ما ده اصله ملف عايز اقول لك لا جدال عليه. لا جدال عليه. والدوله بتحاول إذن انها تحسن الملف تمام تمام وواضح محدش هيقدر ينكر وما الى ذلك أنا بس انا اعي جيدا انه مش هيتحسن ما بين ليله وضحاها. لا طبعا ده موضوع لا طبعا بدليل احنا عندنا طفره موجوده دلوقتي طيب. محدش يقدر ينكر لكن هو يعني شوف انا الدكتور علي اللي قاعد قدامي يعني زميل وانا نفسي نساعد معاه. قول لي اداره العلاج الحر على مختلف المديريات ايه اليات التنفيذ اللي عندها؟ ده ما عندهوش سياره يتحرك بيها. ده انا وانا مدير عام انا قبل ما ابقى نائب انا كنت تنفيذي موجود ايدي في السوق. لو عايز ينزل يمر على العيادات وعلى المنشات الصحيه اللي هي موجوده المرخصة أو الغير مرخصة ده أنا عندي. ده أنت بتقول لي أنا مش قادر أحصر الغير مرخص. ده أنا عندي مشاكل في المرخص اللي قدامي وبيشتغل للنهار. ده احنا طيب لما يعني سيادة النائب حضرتك دلوقتي عشان ألخص الكلام اللي حضرتك قلته حضرتك بتطالب في الأول قبل إلزام القطاع الخاص بمسألة أنه يحط يافطة أو كده
بتطالب باصلاح المنظومه الاداريه، سواء بتوفير قواعد بيانات او بالتفتيش الدوري او بمساله دعم المنظومه الحكوميه الاول. تمام. اخد راي الدكتور احمد حسين وهرجع لك. ثلاث اليات. هرجع لك. مهم. هرجع لك لانه الاليات دي لازم الدكتور علي يقول لنا لو متوفره. مركب واحد. ما طبعا بس لازم هو يقول لنا. ما احنا لو خدت بالك من مقدمه. تمام. كلنا تمام. على فكره في نفس المركب. تمام. لو خدت بالك في الاول خالص انا كنت بطرح سؤال مهم، قلت يا ترى هل في اليات لتنفيذ، يعني القرار موجود على عيني وراسي. خش في التفاصيل بقى دكتور احمد حسين، حضرتك برضو بتقيم هذا القرار باي شكل؟ طيب اسمح لي بس يعني سريعا استاذ معتز ان انا اقدم خالص تعزيه وتعازي نقابه الاطباء لاسره زميلتنا الدكتوره ساره ابو بكر مصطفى، ولجميع الاطباء وجميع الشعب المصري اللي هي توفاها الله في استراحه مستشفى المطريه. مبدئيا يعني احنا يعني حضرتك كنت نوهت ان الاطباء مش زعلانين من القرار ده، لا انا بقول ان احنا مش زعلانين من اعلان اسعار الكشوفات في العيادات الخاصه ولا اعطاء المريض ايصال، ده حقه تمام. لكن الحقيقه اللي انا مش متفهمه او اغلب زمايلنا مش متفهمه القرار نفسه ومردوده على ايه. يعني المفترض اي قرار بيبقى ليه هدف من القرار دوت، وبيبقى زي ما حضرتك قلت في اليات لتنفيذه. انا شايف يعني بالامانه ان القرار ده هيبقى صعب تطبيقه على الارض الواقع وما فيش اليات حقيقيه لتطبيقه. تمام. القرار بس عشان هو بيروج لفايده المريض، انا مش شايف في اي فايده للمريض. المريض احنا دلوقتي القرار حسب ما انا فاهمه هو معلن ان انا بعلن اسعار الكشف في العياده وبدي الايصال للعيان. طب انا ماكشف مثلا مشكله في الموضوع ده؟ لا خالص خالص. بس ايه الفايده اللي رجعت على المريض؟ بس عشان يعني انا قلت لك مبدئيا احنا ما عندناش مشكله تمام، بس ايه الفايده اللي رجعت على العيان؟ تمام. الطبيب دلوقتي بيدفع 600 بيكشف ب 600 جنيه، هيحط زي ما قال الدكتور علي كده هيحط كشف 800 جنيه وهيدي العيان ايصال ب 800 جنيه وهو بيزود. تمام. من وجهه نظري، من وجهه نظري المغزى وراء هذا القرار تمام هو ضمان تسديد الضرائب، ودي ما عندناش مشكله اطلاقا فيها عشان ما حدش بس يفهم كلامي غلط. تمام. انا مع سداد الضرائب من كل الفئات واولهم الاطباء. معلش انا كده اتلخبطت. ايوه. هي تسديد الضرائب ولا مصلحة المريض؟ لا يا فندم، أنا أدعي إن لا مصلحة للمريض في هذا من وراء هذا القرار إطلاقا. قول لي إيه مصلحة العيان؟ معقولة؟ يا فندم قول لي مصلحة العيان، مش هو أنت حضرتك بتقول لي إعلن سعر الكشف بتاعك تمام وإدي العيان فاتورة. طب أنا بكشف ب 600 جنيه مثلا، يعني أنا ما عنديش عيادة خاصة. ما يجوز لو في ربنا يكرمك. لا مش إنما افرض إن في رقابة وفي بعض الأطباء قرروا إن هم يخفضوا الأسعار. ماشي، ما هو حسب عرض وطلب، حسب كلام الدكتور علي مصدر القرار هو يا فندم. وثقافة مجتمع. أنا جاي لثقافة المجتمع بس أنا عايز أقول لحضرتك. اتفضل. تمام. يبقى هو نفس الكشف هو قيمته اللي بيدفعها العيان أو كمان زود عليه الدكتور تمام عشان يضمن استحقاق الضريبة. اللي انا شايفه منطقي وعادل تمام ان احنا نقعد زي ما قال القانون 51 لسنه 81 ان يصدر من وزيره الصحه تمام او وزير الصحه تشكيل لجنه من وزاره الصحه ونقابه الاطباء وحد ممثل عن القطاع الخاص عشان تحدد اجور الاطباء في العيادات وحسب كل منطقه حسب مع وضع في الاعتبار تنص القانون ده نص الماده مع الوضع في الاعتبار عناصر التكلفه. ليه يا استاذ معتز؟ لان الطبيب بيقدم خدمه او سلعه انجاز التعبير تمام غير ماديه غير ملموسه كويس. يعني انا مش في سوبر ماركت جايب سوري يعني مع التمثيل باكو شاي ب 50 قرش فانا ببيعه ب 60 قرش فنقدر نحدد هامش الربح والتكلفه بدفع كهرباء وكذا. لا ده بيقدم ماده مفهوم علميه. مفهوم. تمام. الماده العلميه دي بتختلف تكلفه اللي تكلفها الطبيب من طبيب لاخر. في طبيب مش بيشتغل في الحكومه فما صرفتش عليه الحكومه وان كانت الحكومه ما بتصرفش على اطباء الحكومه نفسهم. تمام. في طبيب خد دكتوراه، في طبيب سافر اماكن متعدده، في طبيب مارس المهنه 20 سنه، في طبيب مارس 5 سنين. فهو مقيم. فبتختلف. فهو مقيم كفاءاته ومؤهلاته دي بالظبط بمبلغ. بالظبط. بالظبط. تمام. فعشان يبقى قرار عادل ويطبق بفعل برضا واستحسان من الاطباء ومن المرضى لازم يبقى يقيم السلعه اللي بيقدمها الطبيب في القطاع الخاص. تمام. الجزئيه الثانيه وبحيي الدكتور احمد عليها لازم يبقى في منافسه للقطاع الحكومي. انا برضو بمنطق العرض والطلب
المطلق ده انا مش مؤيده، لان دي خدمه حيويه. تمام، لما يكون فيها منافس حقيقي داخل الحكومه اقدر اقوله اه اسيبه عرضه للطلب الدكتور يطلب 10,000 20,000، لكن انا دلوقتي بنافس سوري يعني في التعبير قزم وهو المستشفيات الحكوميه. يبقى دور الحكومه والبرلمان ان هي تضغط عشان تزود ميزانيه الصحه، ان هي تضغط عشان تدرب الاطباء، تمام، ان هي تضغط عشان تنفذ القوانين. تمام، الاطباء في الدراسات العليا صادر لهم قانون رفع كفاءه المنظومه الصحيه داخل الحكومه بما فيها العامل البشري. بس ده مش هيحصل في 24 ساعه. لا مش هيحصل في 24 ساعه. والسوق الخاص مش هينضبط في 24 ساعه ولا هينضبط بهذا القرار. في كلمه حضرتك قلتها مهمه جدا لازم اخد تعقيب من الدكتور علي محروس. انا تعليقا، انا اسف استاذ معتز، تعليقا برضه على اللي قالها الدكتور علي استاذنا الدكتور علي ان في ضمن هذا القرار انا هضبط الناس اللي مش مرخصه. لا انا اسف الحقيقه، طب ما دي حاجه ودي حاجه يا دكتور علي. لا. ده انا ازيدك من الشهر بيتا في غير اطباء فاتحين عيادات وبيكشفوا على المرضى، وفي اطباء بينتحلوا صفات ليست صفاتهم. تمام، طبيب ازاي يا فندم عايزني اقول اسماء على الهواء اقولها؟ لا مش هقولها اسماء على الهواء. بيقتلوا العيانين. ما احنا فاهمين الكلام ده، فاهمين. ما هو دي من ضمن احنا فاهمين. انا معلش عايز ارجع لكلمه حضرتك قلتها مهمه جدا، لانه معلش يا جماعه خلونا برضو نناقش الموضوع واحده نركز فيها يا فندم لو سمحت. حضرتك قلت هذا الموضوع من وجهه نظرك. أيوة. وحضرتك عضو مجلس نقابه الاطباء، ليس في مصلحه المرضى وانما لحصر الضرائب. يعني عايز تقول ان الحكومه عايزه تنمي مواردها، عايز تدخل جيبها شويه فلوس لانها مزنوقه في قرشين. انا اراه ذلك. قول لحضرتك ايه اللي في مصلحه العيان؟ حضرتك بتضحك. انا اصل انا ماليش علاقه بمصلحه الضرايب خالص. مش وزاره الماليه. مش وزاره الماليه خالص ولا ايه علاقه؟ وزاره الصحه. لا انا عايز اعرف العيان هيستفيد. والله ابدا والله ابدا. هقول لي يا استاذ معتز بس عشان ايه نبقى واقعيين. في الاول انا طبيب. طبيب. تمام؟ طبيعي. وبره الحكومه ممكن اشتغل برايفت. والقانون اللي بحطه ده هيتحط عليا. ابني طبيب، بنتي طبيبه، زوجتي طبيبه. ده صحيح. حقيقي والله. يعني مش هحط سيف على رقبتي. انا يا جماعه احنا بنتكلم في ايه بس؟ حضرتك بتقول ده مش هيفيد المواطن. مين اللي يعرف ان ده ما يفيدش المواطن غير اللي بيتعامل مع المواطن؟ طب قول لي يا سعادتك. ما انا هقول لحضرتك اهو. طيب اتفضل. يعني انا حضرتك دلوقتي امتى اديك حس المواطن غير لما اتعامل معاه؟ انا قاعد الاداره اللي انا قاعد فيها، الاداره المركزيه اللي قاعد فيها دي مختصه بشكاوي المرضى في القطاع الخاص. انا لحد دلوقتي تحقيق من 1/1/2018 لحد النهارده في 1972 شكوى متقدمه لي في الاداره المركزيه للعلاج الحر. تمام، منهم كام شكوى في الفلوس؟ 692 شكوى ما بين مستشفى وبين مركز طبي وما بين عيادات. كل الكلام ده انا معني بيه ولازم احله، والشكوى لازم انزلها خلال 48 ساعه والا اتهم بان انا راجل متكاسل. زي ما الدكتور احمد بيه قال، العلاج الحر عندي امكانياته ضعيفه، ومع ذلك انا لو قعدت وقلت امكانياتي ضعيفه يبقى انا هسيب الدنيا كلها تقع. انا بالنسبه لي بشتغل بامكانياتي، لكن اي حاجه هتفيد المواطن هتفيد الطبيب. وهقول لك ليه هتفيد الطبيب. واطباء زمايلي بيحكوا لي نفس الكلام. الضرايب اللي انت بتكلمني عليها انا ما اعرفش عنها حاجه. انا قلت دي تجيب ضرايب للبلد. دي حقيقي. ده ممتاز. ده مش عيب. ده مش عيب. لكن انا بقول لحضرتك الاطباء في عياداتهم بيقول لك ايه؟ مفتش الضرايب بيدخل عنده العياده بيخش 1 2 3 20 في قيمه الكشف 500 يبقى دول 10,000 في 30 يوم. تمام؟ ب 300,000 ويحاسبك على الضرايب 300,000، مع العلم ان انت ممكن يكون الانكم بتاعك كله على بعضه ما يجيبش 30,000. القصه كلها ايه؟ لو انت عندك ايصالات بسيريال نمبر او جهاز ريسيت هيخش بتاع الضرايب، هتلزمه حتى اللي كشف ببلاش. في اطباء كتير جدا بيعملوا خير، بيكشفوا ببلاش كشف مجامله كده، يطلع على الايصال بدون مقابل. ده المفروض ان هو عمري يتخصم من الضرايب. عمري في مريض حضرتك هيدفع لي 500 جنيه وادي له ايصال مكتوب فيه بدون مقابل ويقبله؟ لا. اذا انا بضبط يعني منظومه ما بين طبيب وما بين متلقي خدمه، وانا متاكد ان ده كسبان وده كسبان. طب اسمح لي ارد عليك بس. اتفضل يا فندم. اتفضل. انا بقول ان مش هيستفيد المريض، لان المريض هو بيدفع. انت حضرتك بتقول العيادات يعمل الكشف ب 10,000 جنيه دي عرض وطلب، فايه اللي هيستفيده العيان من اعلان؟ هل انا من حقي في وزاره الصحه ان انا امنعه؟ ما انا هقول لحضرتك دلوقتي. تمام، من ان الطبيب يعلن بالقانون ايه اللي هيستفيده العيان؟ تمام، ايه اللي هيستفيده العيان؟ فانا بقول ان مفيش فايده.
القصه الثانيه برجعها، الطبيب هيتضر ولا مش هيتضر؟ اه مع الدكتور علي في جزئيه ان بيحصل حصر جزافي من الضرايب، تمام، بس في نفس الوقت مفيش زي اللي بقوله واللي قلته، مفيش تقدير للسلعه اللي بيقدمها الطبيب. يعني حضرتك الطبيب في القاهره لما اقول له اكشف زي سعر الطبيب اللي في سوهاج، تمام، انا باظلمه، لان في سوهاج الاسعار منخفضه شويه عن اللي في القاهره، تمام، هو بيدفع في ايجار اعلى، بيدفع شريحه كهرباء اعلى، بيستخدم مواصلات اغلى، بيجيب خدمات تانية اغلى، تمام، فدي جزئيه برضه هتؤدي لمشاكل في مفيش كلمه. يعني دكتور احمد زعلت في الوسط كده ان انت بتقول بتكشفه ب 600 لما الزمه بايصال هيعمله ب 800 ويديه للمريض، مجرد ان انا الزمتك بايصال تروح معلي 200 جنيه؟ لا مش حضرتك بتقول العيان الطبيب يعمل اخد تعقيب الدكتور احمد العرجاوي لو سمحت. حضرتك شايف المشكله فين؟ في مساله الاليات، مفيش اليات تنفيذ؟ مفيش اليات تنفيذ، وبالتالي الموضوع ده لن يصب في مصلحه حد. بروباجندا طبعا فعلا. انا بتكلم هو ده الواقع. ايه الهدف منها دكتور؟ مش هنضحك. طب ايه الهدف اهو يعني الراجل يعني لا لا يا دكتور علي، انا يعني احنا نفسنا كل شيء. ايوه بس بروباجندا ايه الهدف طب منها؟ طب يعني اديني فرصه بس. اتفضل اتفضل انا بديك فرصه. احنا دلوقتي طلعنا قرار. انا زي ما قلت لحضرتك طلعت قرار ما درستش اليات تنفيذه. انا اليات تنفيذه ايه؟ انا ايه الرابط اللي قدامي اللي هيلزم الطبيب يعمل الكلام ده؟ وانا قلت لحضرتك ما زال عندنا المواطن الشريحه العاليه من المواطنين اللي هم الناس اللي مش في دماغه خالص غير انه يروح ياخد الخدمه بتاعته، مش فارقه معاه ياخد ايصال ولا هو اصلا لا. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، انا يعني مش عشان ما اتهمش حد بعدم يعني لا وعي او لا ابدا، لكن اللي هي القصه هو ده اللي موجود، ده ثقافه المجتمع اللي موجود عندنا، ثقافة المجتمع اللي هو ما هوش قادر يحافظ على متطلبات على حقوقه. هو حق المواطن ان هو ياخد كل حقه كل حاجته، لكن انا مش مدرك ابعاد القضية ايه. لكن القضية انا بقول لحضرتك اذا كان عندي اليات تضمن تنفيذ هذا القرار هيبقى مردوده. طب انا العائد المادي ده هيروح فين؟ هل انا لما خدت قرار درست ابعاده ايه؟ طب اللي انا الانكم اللي قاله الدكتور علي ده هوديه فين؟ هل انا خصصت منه جزء للغير قادرين؟ ما هو ده انا لما ادرس قرار اشوف اليات اشوف ايه الفايده بتاعتي. طب ما نبحث في النقط دي بدل انا نبحث بدل انا بقول لحضرتك بدل الدكتور عشان كده طب انا بقول لحضرتك بدل ما نجهض الفكره وهي لسه انا ما بجهضهاش. لا 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 ده ده انا اول واحد حريص جدا على اللي حضرتك بتقول، انا ما نجهدش يعني بس انا ايه الفايده بتاعتي؟ الفيدباك ايه؟ طب انا وديت الفلوس دي فين؟ هل انا نسقت مع وزاره الماليه عشان خاطر المبالغ دي عشان مساله الضرايب عشان مساله الضرايب يا فندم؟ لا 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 انا ما اقصدش، لكن انا بقول ان اي قرار هسعى لتحقيقه او لتحقيق نتائج ايجابيه ملموسه فيه لازم ادرس كل جوانبه. احد الجوانب الرئيسيه الانكم بتاع ده رايح فين؟ انا خدت من الطبيب ده حطيت في جيب مين؟ طيب اذا كان انا في جيب الدوله انا على دماغي يا ريت عشان تحسن الخدمه في الحكومه والدوله هي اللي بتوزع الميزانيات يا معتزل على ايه؟ نقول لحضرتك على خدمات المواطنين تمام، بس انا لما اخصص من ده من مبالغ المستحقه لده ان انا احيي حاجه هنا موجوده هنا احنا عندنا مشاكل كتيره جدا في القطاع الحكومي اللي هي ايه؟ الاجباريه بقى، الغسيل الكلوي، مسألة زرع الكبد، مسألة زرع القوقعة طبعا، مسألة زرع الكلى طبعا يا فندم طبعا. تعالى انا النهارده كنت موجود النهارده طوابير انتظار طويلة قبل ما اجي لحضرتك انا عندي حالة محتاجة 750 ألف جنيه عشان تعمل عملية في قلب والدولة ما بتدفعش يا دكتور. مين اللي الدولة ما بتدفعش دلوقتي تجيب منين؟ بتدفع بس مش هيقدر يدفع. قوام الانتظار احنا وديناها للمستشفيات الخاصة الكبرى البراند الكبير مظبوط، والحكومة بتدفع للمستشفيات يا دكتور هتدفع كم منين؟ واحد في مصر هيعمل العملية دي؟ هي أسماء محدودة جدا. هل أنا هنيجي على الاسم المحدود ده هو اللي ما بيجريش العملية غير فلان وفلان وفلان؟ لا والله. وأقول له حدد لي؟ لا والله. وأنا مثلا يا معتز بيه نقول لحضرتك حاجة، انا من الاسبوع اللي انا بكلم حضرتك فيه ده اقسم بالله ثلاث حالات انا ما انا عارفين نعمل فيهم ايه. سياده النائب الثلاث حالات انا وديتهم سياده النائب
سيادة النائب، هذه البرامج توجه للمشاهدين والمشاهدين على قوائم الانتظار في التليفون. شاهدين على كده عندنا 30 ألف حالة من قوائم الانتظار. هبدأ مع نهى من القاهرة، في ناس عايزين يوجهوا لكم أسئلة. نسمع حبايبكم كتير النهاردة. استاذة نهى مساء الخير. مساء النور. اتفضل. اهلا وسهلا يا استاذ معتز. طبعا انا يعني بايد بشده موضوع وضع لافته بالاسعار. دي ممتازه جدا وهتكون في صالح المريض وفي صالح الطبيب. فحاجتين، في صالح المريض فانه مش محدش هيقدر يبتزه ويقول له ادفع 100 جنيه وانا ادخلك الاول 100 جنيه زياده. وانت تخش الاول مش في دورك يعني. فدي هتبقى محدده وهبقى عارفه عارفه انا رايحه ودافعه الفيزيتا كام. وعلى فكره دي بتطبق في كتير من الدول الاجنبيه، بيبقى موجود ثمن الفيزيتا على العياده. دي ما فيهاش حاجه ابدا، دي كويسه جدا. تاني حاجه، بس في واحد ممكن يدفع ال 100 جنيه وهو عارف كويس قوي انه مش هياخد فاتوره او ايصال بيهم علشان يدخل يبقى له الاولويه. لا انا ما بتكلمش على موضوع الفاتوره او الايصال، دي بنحكم بيها حاجه تانية بالنسبه للطبيب. هي فعلا التحكم في الضريبه او الضرايب. ودي هتنفعنا، يعني تحصيل الضرايب هينفعنا كويس جدا في اننا هنستخدم الفلوس دي في حاجات تانية. الدوله هتعمل لنا بيها طرق، كباري، استخدامها في حالات محتاجه عمليات قلب، زراعه قوقعه، كل ده. فدي مش غلط. كلام كويس لسه سياده النائب كان لسه بيقوله افندم. كلام كويس جدا، وكان لسه دكتور احمد العرجاوي كان لسه بيقول الكلام ده. ما هو ده يعني نبقى فاهمين بالظبط اين تصب هذه الاموال في انهي ملف بالظبط. بشكرك يا استاذه نهى. معايا الدكتور شحاته منين؟ من دمنهور. اهلا بيك دكتور شحاته. اتفضل يا فندم مساء الخير. انا برحب بضيوفك واستاذي الكبير الدكتور احمد بيك العرجاوي الذي لا يميل ولا يكلم خدمه المرضى في البحيره. يعني هو جميع مستشفيات البحيره راجل يعني يطوف عليها خدمه المرضى. ثانيا، انا حضرتك ضد حكايه اللافته ديت او الكشف. معلش يعني كام طبيب الاول في مصر بحالها كشف فوق 500 جنيه او 1000 جنيه. انا عن نفسي كطبيب عندي عياده في مدينه من مدن المحموديه مثلا، كشف 70 جنيه مثلا. المريض هيجي معلش مش هيزين ان انا احط لافته، لو انت اجبرتنا احطها هشيلها ثاني يوم. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا فندم معلش يعني بدل ما افكر في الفكره ديت ان اخدم، لا دكتور احمد عرجاوي ما قال في الاول خالص لا حط ميزانيه وارفع الراتب الطبيب. وانا عن نفسي مش هروح للعياده خالص. انا لما الاقي الانكم بتاعي او السالري بتاعي في المستشفى اللي انا شغال فيها بيغطي الدخل بتاعي، هروح اعمل ايه في العياده؟ اروح اقعد في العياده من 3 ل 7 او 7 8 ساعات عشان استنى كشف او 2 او 3. انا بتكلم على مستوى الاغلبيه العظمى من الاطباء اللي جاي كده. طيب شكرا دكتور شحاته من دمنهور. اخد الدكتور هشام من الغربيه. اتفضل. مساء الخير يا استاذ معتز. مساء النور. اهلا وسهلا. احيي جميع الموجودين واحيي الدكتور علي واحيي الدكتور احمد. شكرا. اتفضل. احنا مع القرار ده طبعا عشان تعرفوا الكارثه اللي الاطباء فيها، الاطباء في مجاعه ماليه اذا جاب لنا ان احنا نسميها كده. ايه العبارات الضخمه دي؟ يعني مجاعه ماليه. يعني عيان جاي لحضرتك يقول لك الدكتور خد مني 10000 جنيه في العمليه، هو الحقيقه ما خدش منه الا 1000 او 2000. انا مع القرار ده، بس يا استاذ معتز عايزه يطبق على الكل، من اول المحامي للمدرس للاعلامي لكل حاجه، نبقى كل الورق ومكشوف. ما يبقاش الطبيب بس اللي هدومه الداخليه باينه قدام المجتمع، ما تشرحوش الاطباء اكتر من كده يا جماعه، حرام حرام. يعني عايز يا دكتور يبقى في شفافيه في على جميع طبقات المجتمع، في دخل دمار. في دخل كل الفئات وكل الشرائح، كل الفئات واولهم الاعلاميين. لا اشمعنى انتوا بتبصوا لنا؟ لحظه واحده، هو الاعلامي ايه مصلحته انه يخفي دخله؟ ما هو عقده موجود عند مصلحه الضرايب. عايز ايه اكتر من كده؟ زي ما انت عايز تعرف انا عندي كام كشف في اليوم وخدت كام الف في الشهر، هم ما بيزيدوش عن 2000 3000. انا عايز اعرف حضرتك بتاخد كام حقي؟ انت مصري زيك، اعرف انت بتدفع ضرايب زيي ولا لا؟ اشمعنى انا بس اللي بدفع الضرايب ثلاث مرات بدفعها مع المرتب؟ لما تروح تسال مصلحه الضرايب الاعلامي بيدفع ولا لا هيقول لك بيدفع، انما انا ما سالتش وما اعرفش انت بتدفع ولا لا. مش مصدق ان انتوا بتدفعوا. انا مش مصدق انكم بتدفعوا. انت مش مصدق ليه؟ علشان خاطر لو حضراتكم بتدفعوا كنا هنبقى اغنى دوله في العالم. هي لا دي مشكلتك انت دي، لا مؤاخذه. يا ريت والله نبقى اغلى دوله في العالم، الاعلاميين يعني يدفعوا، كل فئات المجتمع بتدفع، لان التهرب يا فندم من الضريبه ده دي جريمه يعاقب عليها القانون يا حبيبي. طيب لا ده داخل في منافسه يعني. هي مش موضوع اشمعنى، هو بس احساس
بعدم العدالة عند بعض الفئات ومنها الأطباء. كلنا بنقوله مش قصة إعلاميين ولا غيره، كلنا بنقوله المفروض ما يبقاش التوجه نحو يعني مهنة معينة نتيجة لحساسية طبيعة المهنة دي. فالناس بتشتكي. الاحتقان اللي اتكلم بيها بيتكلم بيه الدكتور هشام الغربية معناه انه في حساسية او تحسس ناحية كشف دخلك. لا لا اطلاقا لا، بس في احساس بالظلم. طالما قال لك احساس بالظلم، لا لا اقول لحضرتك احساس بالظلم يعني يا اما انا مش عايز اسمي فئات، بس بعيدا عن الاعلاميين في فئات كتيره لا ما بتدفعش ضرائب، وده تصريحات وزاره الماليه ان التهرب من الضرائب. تمام، ما حدش قال كده. بس التهرب مش في الاعلاميين ولا في الاطباء. لا يعني يعني مش عايز اسمي، بس يعني مهن ما بتدفعش ضرائب. تمام، يعني انت عايزين تعاملوا معامله خاصه؟ لا اطلاقا، عايزين نتعامل زي الناس، عايزين نتعامل زي بني ادمين. أيوة. يا استاذ معتز، يا استاذ معتز، في من ثلاث ايام واحده ماتت، واحده ماتت بصعق كهرباء في مستشفى، في استراحه المستشفى. يا استاذ معتز، في اطباء مش لاقيين العلاج. احنا عايزين ما نشتغلش خاص، ما بتفرقش والله يا فندم. عايزين مهنه واخرى يا فندم، عايزين ندفع ضرائب. بس اقول لحضرتك حاجه عشان ما تقوليش انا مش عايزين ندفع ضرائب، بالعكس. تمام، اللي انا بقوله تمام ان يعني قصه الاموال اللي تصب دي، تصب ايه؟ دي اموال خاصه، احنا بنتكلم على شريحه ضرائب مستحقه للدوله. تمام، الاطباء يقدوها، بس سعر للخدمه، قول لي الخدمه اللي بيقدمها احمد حسين دي تساوي كام عشان احدد ربحه. تمام، في نفس الوقت، في نفس الوقت برضو، ومش بنقول اشمعنى خلي الاطباء عشان هم دايما اللي بيبقوا في الوش، خلي الاطباء والناس، مش بنقول اشمعنى، خلي المهن الباقيه الثانيه برضو يبقى يسيئ، تعلن عن مرتباتها ويسدد الضرائب وتعلن التسعيره. ثانيه واحده، انا ضيفي النهارده ثانيه واحده، ضيفي الدكتور علي محروس، كويس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية. هل الدكتور علي، مع احترامي وحبي، هل هو رئيس الوزراء؟ لا. طب انت بتطالبه ليه انه يروح للمهن التانية؟ هو ماله؟ انا ما بطالبوش، انا بطالب الحكومة. احنا دلوقتي في برنامج بنتكلم عن الرأي العام، والدكتور علي ممثل وزارة الصحة. يعني اذا الاطباء بيقولوا الاتي: لو المهن الاخرى ما دفعتش ضرائبها ما تجوش ناحيتي. لا ما قلتش كده يا استاذ معتز، انا بقول لحضرتك يا فندم، بقول لحضرتك ان نعمل لجنه نطبق القانون بتاع المنشات الخاصه، ونعمل لجنه تمام تسعر الخدمه طبقا للتكاليف عشان اقدر احدد الربح. طيب تمام، ده اللي انا بقوله. انا طالبت قبل كده من سنه فاتت، والدكتور احمد حسين يعرف كويس قوي، اننا قلنا عايزين يا جماعه نخش في موضوع وبتفاصيل شويه، سقف لكل خدمه بتتقدم في الصحه في العيادات، كنت بالعيادات بالذات، قلت من ممول ممارس لاخصائي لاستشاري لاستاذ جامعه. تمام، وقلنا دول اربع طبقات كل واحد يبقى ليه سقف، ما قلتش يكشف بكام. ممكن استاذ جامعه عايز يكشف ب 80 جنيه بارك الله فيه، انا ما عنديش مشكله معاه، لكن ما يزيدش سقفه عن كذا، ومش عايز اقول الرقم عشان اتهاجمت. تجمت في العكسي، قال لك انت عايز تخلي الدكتور بدل ما هو كانش في 100 يبقى طب خلاص خلينا، ما تقول لنا احنا وخلاص. لا لا لا، احنا فيها. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. الاستشاري 400 والاخصائي 200، صح؟ صح. وديت اسعار على فكره ظالمه للمرضى. انا بقول لحضرتك في اساتذه بصرف النظر يا دكتور احمد، انا عارف الحد الاقصى. انا قلت ما سقفه ما يزيدش عن كده، لكن لو كشف ب 80 جنيه الاستاذ الجامعه تعظيم فهو حر. انا بدعم كلامك، اتهاجمت جامد. وبعدين جيت قلت طب يا جماعه النقابه اتصلت وعلى وفي مداخلات، وقال لك ايه احنا بقانون 64 سنه طب احنا المسؤولين عن، قلت لهم طب اتحركوا. طيب عشان في اتصال بسرعه كده ونرجع للنقاش. سيد من الشرقيه، اتفضل يا استاذ سيد. السلام عليكم استاذ معتز، تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام، وانا بشكرك على فتح الموضوع المهم جدا ده. وعايز بس اسال سؤال، هو في بدايه وضع اي قانون الدوله بتعمله، وبالذات في وزاره زي وزاره الصحه، الهدف الرئيسي منه هو المواطن المصري الغلبان اللي هو في نفس الوقت ملوش علاقه خالص بالاطباء اصحاب الكشوف العاليه. فانا هرجع لحاجه اسمها باب النجار مخلع. يعني ما ينفعش يبقى انت كنجار بابك مخلع وتيجي تقول لي صلح بابك او هات باب ب 2000 3000 جنيه. يعني الدوله سابه المستشفيات الحكوميه في حاله يرثى لها يا استاذ معتز. يعني انت لو تدخل مستشفى حكومي لا بتلاقي سرنجه ولا بتلاقي شاش ولا بتلاقي قطن ولا بتلاقي حاجه خالص. انا في مستشفى فؤوس العام
دخلت من اسبوعين وحصل مشكله عشان طفل جاي عامل حادثه يا استاذ معتز. انا بقول الدكتور علي موجود، طفل داخل عنده كسر في الجمجمه في مستشفى فؤوس العام ومتعملوش اي اسعافات، والدكتور اللي يشوفه جوه يقول لاهل الولد خدوه روحوا، وانا اقول له ده عنده كسر في الجمجمه، ووصلت الموضوع للدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحه ولا حصل اي حاجه. يبقى انا ما اسيبش مستشفياتي بايظه، مستشفيات الدوله بايظه، وادور على حر كطبيب يا استاذ معتز اعمل كشف 2000 جنيه 5000 جنيه يلا زي ما بالظبط. هو الدكتور اللي قبلي كان بيتكلم عن اجر الاعلاميين، وانت حر استاذ معتز انت مش راجل ناجح، راجل اعلامي بيجيب اعلانات، فياخد اللي ياخده، ياخد 100000 جنيه بالشهر، مليون جنيه بالشهر وحر. ما ينفعش بقى اجي كقناه فضائيه مصريه عشان انا مش عارف اعمل جماهيريه، اروح كدوله بقى اقول شوفوا لي ونبي معتز الدمرداش هو اللي برشوا الاعلاميين الناجحين دولت، اعمل لي بقى حدد لي مرتبهم، وانت مالك انت كدوله؟ طب ما تنجح زيي، انجح زي معتز الدمرداش، وهات هات هات اعلانات زي معتز الدمرداش، ما تجيش يا عم خرجني من الموضوع. لا انت قلت اسمي 500 مره، انا مش الموضوع يا عم. انا اقصد ما تحاسبش الناجح على نجاحه عشان انت فاشل في اداره منظومه. انا فاهم، لا والله فاهم، بس هو انا بص على كل حاجه انا ابتديت كلامي دكتور امير من القاهره، ناخد مكالمه ثانيه معلش. دكتور امير من القاهره، بشكر طبعا الدكتور سيد من الشرقيه، اتفضل يا دكتور امير. السلام عليكم، تحياتي ليك ولضيوفك يا استاذ معتز. اهلا وسهلا. انا بس ردا على كلام ممثل وزاره الصحه وهو زميل عزيز، انا طبيب وصاحب عياده خاصه. ايوه انا بتفق معاه في وضع لافته، وكمان معاه كمان، وبضيف ان من حق الاطباء اللي هم بيملكوا عيادات خاصه ان هم يشاركوا في تخفيض الاجور في الظروف اللي بيمر بيها البلد دي. كويس. بس هو طالما قال كمان ان هو بينفذ تعليمات سياده وزيره الصحه، هل انا بس انا عايز اساله سؤال واوجهه ليه والرد ده يبقى بصراحه، هل فضل. هو عنده علم بجوده الخامات اللي بيستخدمها الطبيب في السوق المصري؟ دكتور علي بيقول ايه؟ هل عندك علم بما انك اول ما بدات حديثك قلت كل ده بتوجيهات وزيره الصحه بجوده الخامات المستخدمه في السوق المصري؟ تمام، ده اول سؤال انا بوجهه. ده انا مثلا يعني ناخد الاجابه بعد اذنك، يعني احنا لا اجل الاجابه، لا بس ناجل الاجابه بعد ما اخلص الاسئله بعد اذنك يا ريت. انت عايز تسال الاسئله كلها؟ طب باختصار حرصا على وقت البرنامج يا دكتور امير لو سمحت. لا هو سؤالين بس وهسالهم ونخلص الموضوع. اتفضل يا فندم. انا مثلا كطبيب اتكلم، انا مثلا البنج الاقل حاجه موجوده ان انا بطلب بنج عشان استخدمه في شغلي، لما انا باجي اطلب بنج بطلبه باخده بكارنيه النقابه، البنج احنا بنقف عليه زي طابور العيش عشان نحصل عليه. هل تعلم وزيره الصحه ان الطبيب بيعاني اشد المعاناه عشان يحصل على البنج اللي هو اساس شغله؟ هل تعرف ان في منتجات مغشوشه بتباع على انها منتجات اصليه ممكن تضر بصحه المريض؟ لما نشوف احنا كل لا خلاص، سالت كل الاسئله وهكتفي بهذا القدر. اوعى تزعل دكتور امير، رد من الدكتور علي محروس. يعني هقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا المستشفيات الحكوميه عددها 700 وشويه، وعندنا في القطاع الخاص المستشفيات 1460 مستشفى و4662 مركز طبي، كلهم شغالين والخامات موجوده، ويعني زي اي بلد في العالم ممكن يحصل دروب في منتج او اتنين، وده بيحصل بره والناس كلها تشهد على هذا الكلام. فانا ما انا غير معني بالخامات، لكن انا برد على اللي اعرفه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، هل يا جماعه لما نيجي نتكلم في اصلاح منظومه، هو ابتدى كلامه بانه هو راضي بده وبيقول ان ده كويس متفق معاك، هل بقى نبتدي نجيب كل مشاكل الصحه في التعليم والدواء والتدريب المستمر والخدمات اللي بتقدم في المستشفيات الحكوميه والكلام ده كله، يعني من اجل مثلا قرار كله مجمع ان ده في مصلحه الطبيب وفي مصلحه المريض؟ طب ايه يعني ايه الداعي؟ طب ما نناقش القرار نفسه وكلنا عمالين مجمعين على ان ده في مصلحه الناس. طيب انا بس خليني ليه عمالين نتكلم في السلبيات بقى كلها؟ عندي التزام ناحيه الاستراحه الاعلانيه وهرجع لحضرتك ادي لك الفرصه طبعاً. وكمان طبعا اكيد للدكتور احمد حسين، بس هتوقف عند الاعلانات وارجع تاني. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته. من الواضح ان موضوعنا النهارده يعني اكيد مسبب حاله من الجدل ما بين مؤيد ومعارض، وما بين يعني اطباء يعني يمكن حائرين ما بين تفعيل قرار زي وزاره الصحه ما بتقول بيلزم العيادات والمستشفيات والمعامل وبنوك الدم والمراكز الطبيه
ومراكز الأشعة بوضع لافتة فيها قائمة أسعار الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية يعني، وما بين مطالبات من شرائح مختلفة برضو من الأطباء بتفعيل مثل هذه القرارات على كل المهن، وناس تانية بتقول لك يا ترى الحكومة لما تطلع قرار زي ده طب هتفعله ازاي، هتنفذه ازاي، آليات تنفيذه ايه. فما اعرفش سيادة النائب، ابدأ معاك قبل الفاصل، حضرتك كنت عايز تعقب على المكالمات اللي جات لنا. طبعا اتفضل. احنا مع المواطن كلنا. كويس. انا وحضرتك والدكتور علي والدكتور احمد. كويس. محدش بيختلف على مصلحة المريض. مصلحة المريض يا معتز بيا ودكتور علي، مصلحة المريض ان انا الزراع القوي للدولة ان انا اعظم منه. ايه هو الزراع الدولي القوي؟ الزراع القوي للدولة اللي هي مستشفيات القطاع العام. زي ما قلت لحضرتك المسألة لا تحتمل قرارات زيادة، المسألة لا تحتمل غير القرار اللي يطلع يدرس جيدا بآليات تنفيذه بمردوده ايه بس. القانون اللي انا من هنا مش بنجامل حد، بس بحيي القيادة السياسية على قانون محترم جدا، وانا بقول لو مجلس النواب ما عملش غير القانون ده في الفترة دي كلها يبقى ده شيء عظيم جدا. قانون التأمين الصحي. التأمين الصحي يا معتز بيه والدكتور علي يعلم هذا الكلام تماما، فيه كل اللي احنا بنحوره وندور فيه ده. فيه التسعيرة، فيه لجنة للتسعير الجبري. اللجنة دي ايه؟ ان انا عندي انا المنتفع هيروح يتلقى الخدمة سيان في القطاع العام او القطاع الخاص، هو حر. عشان كده بنقول الدولة ايه؟ لابد تقوي نفسها وتدعم نفسها من أجل أن تكون المستشفيات الحكومية أو القطاع العام هو الزراع القوي للدولة. إن ما يعني عملش كده يبقى القطاع الخاص هيضغو على القطاع العام. أنت بتوصي بإيه كنائب من نواب الشعب؟ بتوصي بأن هم يتراجعوا في هذا القانون ويعملوا له رؤية شاملة؟ تعالوا يعني إلى كلمات سواء. لازم نقعد على مائدة المفاوضات. تقعد نقابة ويقعد شعب ويقعد حكومة. إحنا الشعب والنقابه والحكومه، مش احنا التلات جهات مسؤوله؟ مظبوط. وانا بقول انا بقى تعال انا هنفع مصلحه الضرائب اللي هي الدوله، انا عايز مردودي ايه على وزاره الصحه؟ ما هو وين اند وين؟ انا مش هناخد لنفسي ونسيب غيري، انا هجيب لك انت. احنا كلنا صحيح دوله واحده، بس كل واحد فينا حريص على خزانته. انا بقى يا تشريعي حريص ان يروح لخزانه الدوله في الجزئيه الخاصه بالصحه، عشان انا الانفاق الحكومي على الصحة ارتفع في الأيام الماضية. هتضمن ان المردود اللي هتحصل عليه الدولة يبقى لازم هيرجع تاني يصب في خزانة وزارة الصحة؟ او ده اللي انا عايز ابقى بدور عليه. هتضمنه ازاي؟ زي ايه؟ ما انا بقول لحضرتك من خلال تشريح مش قرار. هناك فرق بين القرار وبين القانون. لما يبقى عندي إيه قانون دكتور. يا دكتور بس انا اسمح لي. مردودي اني القرار اللي متاخد ده يعني او القانون اللي هيتعامل التي ستحصل في خزانة الدولة من الضرائب تروح لميزانية الدولة، بس بشرط انها ترجع تاني يا فندم. احنا قعدنا انا هقول لحضرتك مثال واحد بس عشان الكل يقتنع بقى ويعرف ليه انا بنفعل وليه انا بدور على وزارتي، مش على وزارتي بقى، على العيان بتاعي اللي انا بمثله. الفلوس العائد بتاع السجاير التدخين، هل تعلم حضرتك ان احنا عشان نرجع الفلوس دي للتأمين الصحي اللي هو ياخد حقه قعدنا في خلاف وصراع مع وزارة المالية لحد ما رجعنا حق التأمين الصحي. طيب التأمين الصحي هو الايه اللي هو المريض. طيب. المنتفع. دكتور احمد حسين، عشان بعد كده هاخد تعقيب طبعا من الدكتور علي، لان هو الدكتور علي الحقيقه باعتباره هو من يمثل وزاره الصحه، يعني من يمثل الحكومه على الاقل في هذا النقاش، ففي يعني اسئله كتيره موجهه ليه. هل حضرتك شايف في نهايه هذا النقاش ان القرار بشكله الحالي مقبول ام غير مقبول؟ هو القرار بالشكل الحالي لن يضر الطبيب، انا يعني من وجهه نظري لن يضر الطبيب باي شيء، لان اعتقد الدكتور احمد عرجاوي رايه انه غير مقبول بشكل هو الحالي. انا والله عايز يتقدم في اطار دراسه شامله ومتكامله. انا مع الدكتور احمد في كده، لان بس انا اقول حتى بهذا الشكل تمام هو مش هيضر الطبيب، واحنا بنتكلم واقسم بالله بنتناقش في هذا القرار لمصلحه المجتمع، ولما بنقول باقي الفئات برضه لمصلحه المجتمع. هو ايه اللي هيضر الطبيب ان هو يعلن كشفه ويدي فاتوره؟ احنا احسن ناس وهيدفع استحقاق. بس ردا على الدكتور احمد، طب ما اسهل من التشريع، طب ما انا اطبق الدستور الماده الاستحقاق الماده بتاعه نسبه موازنه الصحه
وارفع موازنة الصحة. عدت السنة دي يا دكتور. تمام. السنة الجاية بقول لما مؤاخذة في الكلمة ما تزعلش مني. هو انتوا مالكم ومال باقي الفئات؟ ما تخليكوا في نفسكم. خلينا في نفسنا. خلاص اوكي. يعني باقي الفئات ما تسيبها ما هو مش في حكومة بتتابع. تمام. يعني ما تخلينا كل يعني تعالى نناقش الموضوع مع احترامي يعني. تمام. لا ما فيش مشكله. وان كنت يعني انا ليا حق كمواطن ان اتكلم فيها. بس هقول لحضرتك خلينا في اكثر حاجه محتاجه لاعاده نظر قانون النقابات او نقابه الاطباء بالذات. ما احنا قلنا الكلام ده. ماشي بس ده مش موضوع الحلقه مثلا. ما تمام. الطبيب لن يضره. تمام. لان هو بيقدم زي ما حضرتك قلت سلعه. تمام. هامه وحيويه. كويس. وهو يمتلكها باتقان. هيتقفل عليه هنا هيهاجر بره. واخد بالك. وحضرتك يعني احنا في كارثه ان زياده الاعداد بتاعه الاطباء المهاجرين للخارج بتتزايد. وفي والدكتور علي اعتقد ان هو هيأيدني في القصه دي في يعني عجز او سوء توزيع. تمام. في الاطباء بالذات في التخصصات الحرجه يعني تخصصات الطوارئ تخصصات العنايه وهكذا. تمام. فالطبيب يعني في الاخر هيلاقي منفذ. المشكلة في العيان. تمام؟ تمام. خلينا نقول هما حتتين بصوت. خلينا نقول لو أنا في المستشفيات الحكومية حسنت إمكانيات مادية وعامل بشري من ناحية التدريبات ومن ناحية المقابل المادي المقبول. احنا مش بنقول حاجة عالية جدا. كمان. تمام. والخدمة ما بقول لحضرتك ما ده مردود الخدمة. ايه الخدمة يا باشا؟ منتج لإيه؟ أداء بشري وإمكانيات مادية. فأنا بقول نحسن الاتنين. ما ينفعش طبيب تمام بياخد 2000 جنيه ولا 2500 يعني ده كمان المتوسط اللي عدى 8-9 سنين. تمام. وتقول لي حضرتك ان هو يؤدي ويلتزم بالعمل الحكومي وما يشتغلش بره الخاص. ما يشتغلش في الخاص. طلع لي تشريع. طلع لي تشريع. عامل لي زي المدرس برضه. انت عارف حضرتك الطبيب في الصومال دروس. انت عارف الجراح في الصومال بياخد $5,000 في الشهر. العراق اللي احنا بنقول عشان ما نبقاش زي العراق المتوسط دخل الطبيب $1,800 في الشهر. تمام. ساويني بالقصه ديت ويا سيدي طلع قانون اشترط فيه التفرغ. يا تشتغل في الحكومه يا تشتغل في الخاص. كلام كويس قوي. كلام كتير قوي قلته. وبتطالب بان الدخل يرتفع والاحوال تتحسن للطبيب. وانك انت يعني عايز تقول بدل ما تطلع قرارات زي كده تركز اكتر بالظبط في تحسين احوال الطبيب وتحسين الخدمه للناس. عايز اخد حاجه ثانيه بالنسبه لاخويا علي دكتور احمد. عايز اسالك دكتور علي دلوقتي يا استاذ معتز. دكتور احمد بيقاطعني. لا حاجه المفاهيم الخاطئه. التناول الخاطئ للمرضى عند والناس. تمام. ليه انا اروح لاستاذ كبير في الصدر وانا عندي شويه برد؟ تمام. واضيع وقت عيان عنده حاجه. معلش. تمام. في تناول خطا. اعذرني وقت البرنامج لن يسمح بان احنا نسترسل. دكتور علي حضرتك يعني معلش لازم ترد على كل الكلام ده. هل بمقدورك انك انت تروح للوزيره مثلا ترجع لها تقول لها والله احنا كنا في نقاش مجتمعي في برنامج مثلا يعني اخر النهار؟ اكيد الوزيره تعرف. ما تقلقش يا بنا هنعمله. هنعمله فين؟ انا هنعمله. عايز مطالبات بان احنا الاطباء عايزين حاجه تانية خالص. لا 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 اصل عايز اعقب على حاجه. اتفضل. هو ده اللي احنا بنناقشه ده له قانون وله قرار. ده طبيعه عمل الاداره المركزيه للعلاج الحر في الاشراف والمتابعه في تقديم الخدمه وعلاقه المريض بمقدم الخدمه. تمام. ونص قانوني بهذا الكلام. انا لا الوزيره طلعت قرار ولا طلعت قانون ولا انا طلعت قرار ولا طلعت قانون. ده طبيعه العمل الاداره المركزيه من خلال القانون بتنص على هذا الكلام. كون ان الناس تستصعب الامور فعلا. امال ايه الكتاب الدوري رقم 18 ده طالع من عندي. ده طالع من عندي. هتلاقي الدكتور علي محروس هو اللي بعته. لان ده من اختصاص عملي من اختصاص الاداره المركزيه للعلاج الحر والتراخيص. فانا رئيس الاداره المركزيه دي. يعني الدكتور علي محروس هو اللي بعته؟ انا بعته للمديريات كلها. طب وايه اللي خلاك تعمل كده؟ عشان ده انا ده شغلي. ده انا مسؤول عن كده. انا مسؤول واسال على هذا الكلام. وانت سعيد بانك بتسمع الاعتراض برضه؟ ومال. واصل بص هقول لحضرتك حاجه. لازم اسمع من الجانب الاخر. ولازم اعرف ايه السلبيات في قراري اذا اللي انا بعته ده او في الكتاب الدوري اللي انا بعته ده. لكن عايز اقول ان انا لما باجي اشتغل ما بشتغلش من دماغي. انا بشتغل بحكم القانون. القانون هو اللي بيقول لي لازم اظبط المنظومه دي بالعلاقه دي. تمام؟, تمام. اي حد عنده اعتراض على اللي انا بقوله يقول لي. هل هتعيد النظر فيما يعني وزعته او يبقى عيد النظر في القانون على الكتاب الكتاب الدوري رقم 18؟ يبقى عيد النظر في القانون اللي الدوله حطيته. هل انا ما قلتش حد تسعيره. انا قلت الطبيب حط تسعيره. بص يا جماعه خلينا كلامنا محدد. اتفضل. انا قلت طبيب
تسعيره كشفه كام؟ لا بس وصل بس قلت لا الوصل ده حق مكتسب للمريض. هنعمل لك ايصالات زي ما انت عارف. بس يبقى هو يبقى عارف ان ده قانون، يبقى راجل التشريع عارف ان ده قانون. انا هقول لك لا 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 انا ده قانون. احنا احلى شعب، انا بطبق قانون، انا بس ما ترد يا دكتور علي، بيقول لك احنا احسن شعب، هنفبرك خلاص. يبقى بلاش نتعب ونحسن من بلدنا اذا كان كده. اتفضل. هو انا دكتور علي دقيقه واحده بعد اذنك. لا لا انا مش ضد الدكتور علي الصدقاني، وانا اكتر حد حريص عليه وحريص على اداراته ان هي تنجح، واكتر حد حاسس بان ادارات العلاج الحر في جميع المديريات وفي جميع الادارات مظلومه وما عندهاش اليات تنفذ بيها. ده كلام واضح قولا واحدا. وحتى على الاقل هو عنده لسه الاسبوع اللي فات ده جاي له مبلغ من نقابه الاطباء من التراخيص وهو مش قادر يستفيد بيه. يعني احنا بنتكلم على ان احنا نحسن دخل الناس دي، لكن انا بقول يا معتز بيه وانا على لساني انا مسؤول عن كلامي. رحمه بالمواطن المصري وبالطبيب المصري من كثره اتخاذ القوانين او من كثره اتخاذ القرارات التي لا تدرس دراسه جيده لتتلائم مع طبيعه المجتمع ومع طبيعه الخدمه اللي موجوده. احنا كلنا حريصين على المواطن ياخد خدمه، يبقى المواطن ياخد الخدمه. مريض القطاع الخاص هو مريض القطاع الخاص، مش هيروح للقطاع الخاص اللي هو مش قادر ياخد الخدمه من القطاع العام، وده اللي احنا بنسعى عليه كله. شكرا دكتور احمد العرجاوي. بتوع البرلمان دول ما تعرفش تسكتهم. طب ممكن كلمه بس بس لا لا انا بس حاجه واحده بس كلمة. لا لا صدقني حاجه مهمه جدا. شوف رغم كل اللي احنا بنقوله ده احنا مش لاقيين اطباء، واحنا عندنا سنه اسمها سنه الفراغ. انا اللي موصل المواطن، اقسم بالله انا فيه وحدات صحيه واماكن محتاجه جدا جدا، الغلبان اللي قاعد في القريه ده مش لاقي طبيب يؤدي له خدمه. ليه وانا في سنه فراغ اهو ما عنديش اطباء جديده السنه دي؟ المجلس الاعلى بهيب بالمجلس الاعلى للجامعات في اعاده النظر مع الاعداد المقبوله في الكليات بما يتلائم مع طبيعه مع سوق العمل. صحيح. سوق العمل يحتاج مهم. انا بقى عندي تكدس في الصيدله وفي الاسنان وفي العلاج الطبيعي وعندي عجز في الاطباء البشريين. دي نقطه مهمه جدا. ارجو من المجلس الاعلى للجامعات، واحنا نادينا مرارا وتكرارا، لان وزير التعليم العالي ليس له سلطان ولا وزير الصحه ليس له سلطان، ولكن السلطان في يد المجلس الاعلى للجامعات، يجب ان يصغى الرسالة الى واضحة. المجتمع. شكرا دكتور احمد العرجاوي عضو لجنه الصحه بمجلس النواب. شكرا دكتور احمد. انا بس عايز تعقيب. طبعا مفيش تعقيب. لا انت هتعمل تعقيب بعد الحلقه بقى معلش. لا انا استاذنك في طب اتفضل 30 ثانيه تمام. يعني مهما خرج المجلس الاعلى للجامعات من اطباء وزاد عليهم برضه هيحصل عجز، لان الاطباء بيهاجروا نتيجه الوضع السيء للطبيب. وفي فرص للهجره دي؟ في فرص عمل، في فرص عمل في الخليج ولا في الخليج وفي بره، في المانيا وفي السويد وفي استراليا في كل الدول. انجلترا زادت في سنه بس 600 طبيب مصري في سنه 2018 من 2017 600 طبيب مصري. تمام. النقطه اللي عايز اقولها على القرار، انا هبقى مريض بقى يعني مش طبيب. تمام. اللي بقول لحضرتك عليه ده القرار، انا عايز يفيد المريض، لا انا عايز احدد تسعيره. القانون بيقول يا استاذ يا دكتور علي احدد تسعيره، قانون 51 سنه 81 ماده 12 فيه، بس تحدد تسعيره بتشكيل لجنه من وزاره الصحه ونقابه الاطباء وممثلين على المنشات الخاصه. عايز اسعر الخدمه تكلفتها كام. تمام. ده طبقا للقانون تكلفتها كام واقدمها بهامش ربح كام، احط حد اقصى. يعني مثلا الاستشاري يقيم كشف طبقا للإدارة العادية والكهرباء. دلوقتي احنا بنبدا حاجه والله ما في وقت نفذوا. صح. شكرا دكتور احمد حسين عضو مجلس نقابه الاطباء قال اللي هو عايزه. شكرا دكتور علي محروس نائب وزير الصحه لشؤون العلاج الحر والتراخيص الطبيه، وربنا يعين دكتور احمد حضرتك نورتنا، والف شكر ليكم على متابعه برنامج اخر النهار، والى اللقاء.